اللي حصل ده كله كان عشانك انت وكنوز يا يحيى. انا ما كنتش موافق ان العصابة تاخد كنوز. ما كانش قدامنا حل تاني، العصابة كانت عاوزة تضمن انك هتساعدهم، عشان كده اخدت كنوز بدالك لحد ما ترجع انت وحسن. واحنا نضمن منين انهم ينفذوا كلامهم؟ دول اشرار وممكن يأذوها. ما تخافش، انا هفضل هنا ومستحيل هسيب كنوز يحصل لها حاجة. يوه ما تخلصونا بقى يا جماعة، الدنيا هتليل وعندي فانوس مكسور وممكن يبقى في لجن. اتروعه ايه ده؟ اسمانيش وفاة الملك توت عنخ آمون بشكل مفاجئ خلقت حالة من عدم الاستقرار. حالة عدم الاستقرار وعدم الرضا بدأت مع نقل الملك مقر الحكم لطيبة مرة أخرى بعد ما غيرها أخناتون، وبسبب قرار أخناتون بدأت ثورة على حكم. يعني الملك توت كان بيرجع التقاليد لشعب كمت اللي كانت موجودة من قبل أخناتون. النتيجة لحد دلوقتي واحدة، لكن المهم مين هيحكم كمت بعد الملك توت؟ الموضوع ده أنا هتصرف فيه. الموضوع ده من حق الشعب كله يعرفه ويكون راضي عنه. وأنا زوجت الملك يا حور، وفي إيدي كل شيء. إرادة أهل كمت فوق أي إرادة. اسمحيلي يا سيدتي.